أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما المراد بقول أهل العلم في تعريف النبي أنه لم يؤمر بتبليغ ما أوحي إليه، إذ أنه ما أوحي إليه شرع إلا هذا يرجع إلى الشرع. من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه هذا الرسول. النبي لم يوحى إليه بشرع، وإنما أمر بشرع من قبله، أمر بتبليغ شرع من قبله، فلا يشكل عليكم هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.